الثالث أنت، الدرع الثالث أنت، شتان بين الدرعين الأولين بين الدرع الثالث، الدرع الثالث أنت. للأسف الشديد، للأسف الأب يروح يصلي المسجد والابن قاعد يشاهد تلفزيون، الأب يحضر مناسبات اجتماعية والولد 15 16 سنة في حياته ما دخل عزاء، حياته ما راح مناسبة عرس، وهذه حقيقة. مرة في شخص يعني رجل في عمر تقريبا 28 29 سنة عنده شيء نوع من يعني مشكلة نفسية عموما، لا أريد أن أدخل في تفصيلها. فالشاب هذا كان من بين الخطوات اللي ممكن أنا أستخدمه إني أعينه، هو المعين الله عز وجل، إني أدخله في المجتمع شوية شوية. فبديت أشيله إذا توجد عزاء لكن خارج منطقتنا بعيد، بحيث إنه تعرف المنطقة والناس ما متعودين، ونحن مجتمعنا نقاد. أوه تو داخل عزاء، أوه هذا مخلوق ما شفناه، تعرفوا هذه التعبيرات. فرحنا في عزاء في منطقة بعيدة، دخلنا العزاء سلمنا لكي يدمجوا شوي في المجتمع، هدفي كان إني يدمجوا في المجتمع. بعد ما خرجنا تخيل إيش يقول لي، يقول لي أستاذ يوسف أنا ذا أول مرة في حياتي أدخل عزاء. نعم 28 سنة عمرك أول مرة في حياتك تدخل عزاء؟ قال هي بعيد الشر والبلد، هذا منقطع عن المجتمع. في يوم العيد الأب يلبس دشداشة، يلبس مصر ويمكن خنقر، والولد لابس بطلون قميص. الأب يصلي العيد يروح يسلم على أرحامه، الولد يروح للمجمعات التجارية. هذا خطأ، هذا خطأ. تدمج ابنك في المجتمع مثل ما ربيت أنت، مثل ما رباك أبوك. نعم نحن مع الحداثة، نحن مع الحداثة، أنا ابني يمكن يلبس بنطلون قميص في مواقف معينة، في أشياء معينة، لكن ما يوم العيد ولدي لبس لي بنطلون قميص راح أتمشى للمجمعات وأنا أصلي العيد وأصير أخابر أسلم على أرحامي؟ هذه مصيبة. هنا والله صغيرين ما نعرفهم الله يهديهم، يلبس بنطلون وخرج الله يهديه، حط رجلاشة ما يلبس. ما أعرف هذه العبارة هل هي تعذرا يعني تقدم اعتذارك، ولا هذه العبارة تحققا، ولا مو ما فهم. هذه مشكلة. ممكن بس بنطلون قميص للرياضة رايح روح لرا إيه ما عندي مشكلة، لكن يلبس لي بنطلون قميص يوم العيد، ولد عمره 18 20 سنة ما يعرف يتمصر، عمره 16 17 سنة ما في لبس وزار، ما راح عمره عازة ما يعرف حي، تعرف حي احنا المانيين علوم واخبار ما يعرف. يعني هذه القيم. سؤالي لاولياء الامور، ليش حطينا او تركنا الامور تصل لهذه المرحله الى ان وصل واقع؟ شوف ها، شوف الانحراف كيف ياتي، اخبركم كيف ياتي الانحراف في كل مجتمع في الدنيا. ياتي الانحراف بالشكل التالي: المجتمع ملتزم خلوق، تبدا يصير تنازلات بسيطه، ونرى التنازلات امام عيننا. مثلا خلينا نتكلم في العيد وفي الملابس، على اساس ما اريد اضرب امثله في شيء يعني اكثر عمقا. بدت البدايه ان الاولاد ما يلبسوا مصر، يلبس كمه يوم العيد، يلبس كمه. انا كولي امر كيف ليش ما تلبس مصر؟ ما عرفت مصر زين، برايه برايه تنازلت عن الاولى اللي هي اني لبس لي كمه شويه، عيد عيدين اشوف الولد لبس اللي تحت الدشاشه بنطلون ما يلبس وزار. ليش؟ قال والله احسن واسهل وما ابونك وانا ما اعرف اتوزر. يلا عديناها، تنازلت انت اكثر، ها تنازلت اكثر. العيد اللي بعده بقى انا ما اروح اصلي العيد، اللي بعده عاد ما يخابر الارحام، ما اروح معكم تعبان ولا شيء، تحقق ما يروح عند عمومته واخوانه. اللي بعدها عادي يلبس بنطلون، اللي بعدها دوره كذا. الخطوات كده تأتي الخطأ. لو كنت حازم من الأول لما تنازل، ما تعرف تمصر مصرك أنا أعلمك، لكن أنت رجال كبير عمرك 17 16 سنة تتمصر وتشيل خيزران وتروح تمشي قدامي حال صلاة العيد ونزور أرحامك بيت بيت، لو أنا حزمت منذ البداية ما وصلنا هذه المرحلة. نفس الكلام أحوله للأخوات، منظر رأيته بل وأراه وأعتذر، سامحوني أنا يعني منكم السموحة أحيانا أكون قريء في الطرح، قريء في الطرح. لماذا نستحي يعني؟ ليش نخبي عيوبنا؟
في احد المجمعات التجاريه رايت امراه متدينه ما شاء الله عليها متستره وكذا، ما متحجبه بل منقبه، وبنتها بطلون قميص لابسه. اسالك بالله اي دين ذا؟ هل قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم نارا وقودها الناس والحجاره؟ كذا الايات يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. والحبيب مصطفى يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المشهد رايناه واراهن انكم كلكم رايتوه. الام متستره متحجبه بعباته فضفاضه الامور طيبه، البنت مطلوره قميص، البنت ملبسه ملابس ضيقه، بعدها صغيره مساكين 14 سنه، يعني ما فاهم اذا كنت بنت ال 14 وبنت ال 15 صغيره متى ستكبر؟ بنت ال 50؟ ومن شب على شيء شاب عليه. فانت درع، انت وحدك درع في قيمك في اخلاقياتك. انا لدي قيم، الله اكبر راح تصلي قدامي تمشي، صلي معي منذ الصغر عليها ارتحت في كبري. مثل المذاكره للمدرسه، لو اني ربيت ابني منذ الصغر انه يذاكر واذاكر معه الصف الاول الثاني الثالث ما محتاج لك يذاكر وحده. واذا انت لا معقبه الى الثانويه العامه بعدك انت لازم توقف على راسه عشان يذاكر. فهذه نقطه ادعو اولياء الامور اباء وامهات ان نعيرها اهتمام. هذه الدرع اللي هو انت الدرع الثالث.